هو بيقول اي كلام كذب، اي كل الكلام اللي قاله في المحكمه كذب. أنكم استدعيتموه إلى المنزل وقمتم بمسح كل ما يحمله على الهاتف واستدعيتم بلطجية كما سماهم، هل هذا كذب أيضا؟ لا، هي كانت قاعدة عرفية عادية خالص، في ناس جايبينه علشان يتفقوا معاه ما يقربش المجرة ما يجيش يبتها، ما فيش أكتر ولا أقل. مش حب، هو اللي بيحب حد ما يعملش فيها كده أصلا، ده حب تملك أناني. أثناء الفترة من ارتكاب الجريمة إلى المحاكمة اليوم إلى أن يتم تعديل أقواله أو تغيير أقواله لينال استعطاف المحكمة، يعني كمان مش عايز إن هو يوصل لحبل المشنقة ولا للشنق، لا بالعكس عايز كمان يهرب من جريمته. مليون في المية أحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي على أن تؤجل النطق بالحكم إلى دور يوليو القادم بإذن الله.